قلب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور كنا عايزين نسأل حضرتك فوائد الدعامات وإمتى بتستخدم، وهل دي ممكن تقلل أو إجراء الجراحات البديلة عموما كل دي إمتى بتستخدم؟ هو طبعا الدعامات او الجراحه اللي هي فيها فتح طبي يعني كل واحده فيهم ليها الحالات بتاعتها. تمام. ويمكن الخلط بيجي من بعض المرضى مش الاطباء طبعا، ان الدعامات ليها المريض بتاعها والجراحه ليها المريض بتاعها. صحيح في تماس ما بين الاثنين، لكن الدكتور اللي عنده خبره بيقدر انه يحدد المريض هل هو ليه دعامه ولا ليه جراحه. هي الدعامة هي القصة كلها ان الشرايين مع الوقت او نتيجة لأمراض معينة بتضيق، وبالتالي كمية الدم اللي ماشية فيه قليلة، فهم فكروا زمان ان هم يعملوا التوسيع للشريان ده، فبتم التوسيع، بس لقوا ان لما يتم التوسيع ممكن الشريان يرجع ينقبض تاني، يرجع يبيه تاني، فبيتم غالبا عمل توسيع ووضع دعامة، حاجة تسند التوسيع ده تدعمه بحيث انه ما يرجعش يبيه تاني. فدي فكرة الدعامة. بيبقى في الحاله دي بحاجه لادويه؟ اكيد. هو طبعا المريض لازم يفهم ان هو حتى ما بيعمل دعامات بياخد ادويه. تمام. في ادويه خاصه خصوصا مع الدعامات الحديثه، في بعض الادويه المسيله للدم لازم الانسان ياخدها لفترات طويله يعني، بس طبعا المريض لو الدعامه نجح باذن الله بيتخلص من كتير من الادويه اللي هي كانت اصلا لازماه قبل الدعامه، واللي كتير منها بيضايقوا لانه بيصعب بيعمل صداع، بياخد كم كبير من الادويه، فكم الادويه هيقل، بس بيستمر المريض بياخد قدر معين من الدواء بعد الدعامه ان شاء الله. هل تناول الاسبرين يوميا ممكن يمنع النوبه القلبيه؟ تناول الاسبرين يوميا يمنع النوبه القلبيه في بعض الناس المعرضين للنوبات القلبيه. يعني مش حاجه الواحد عنده 20 سنه اقول له خد اسبرين كل يوم. فطبعا لما يبقى اللي هو اللي ليه يعني استعمال، طبعا الاسبرين برغم انه دواء رخيص وبقى له سنين طويله، لكن هو فعاليته مثبته في منع النوبات القلبيه عند المرضى المعرضين انهم يجي لهم النوبات. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا. اهلا بيك. شكرا.